السلام عليكم. بشكر طبعا كل اللي بعت لي فيديوهات على الخاص بخصوص المنشور اللي طلبت فيه منكم ان انتم تبعتوا لي فيديو قصير تقولوا لي فيه كلمه طيبه، والحمد لله انتم وفيتوا بالوعد وبعتوا لي الفيديوهات. والنهارده هنزل منكم جزء بسيط من الفيديوهات اللي بعتت ليا. انا بشكركم جدا جدا جدا، شكرا ليكم بجد، رب يسعدكم يا رب، وهنعرض لكم الفيديوهات. شكرا، سلام عليكم. طبعا الفنان أستاذ وليد من الشخصيات المحترمة جدا بأمانة يعني، ومن الناس اللي بحبهم جدا ومتابعه من زمان جدا، من زمان خالص. هو جاري، وبقول له إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله ربنا يكرمك. أنا بتابعك من الغردقة حاليا، وإن شاء الله كل الخير وربنا يكرمك دايما يا رب. الله يوفقك يا عم وليد، من نجاح لنجاح إن شاء الله. محمد مقيم بالمملكة العربية السعودية. السلام عليكم يا وليد، معك عبد الله الحمد من المملكة العربية السعودية، والله يوفقك من نجاح لنجاح ان شاء الله يا رب. لا وليد فليكس حبيب قلبي، اخوك نجار ابو نوبي من اسوان. كل الدعم لاخونا الفنان الجميل وليد فليكس على ما يقدمه من فن هادف وراقي وجميل. في النهاية بقول له كل التوفيق والنجاح دايما لك ان شاء الله. تحياتي لك اشرف الشويحي. استاذ وليد فليكس الموهوب، تحياتي لك من حفنة مركز بلبيس الشرقية، وبالتوفيق دايما يا أستاذ وليد، ونشوفك في أعلى مركز إن شاء الله. فك يا فنان، معك عبد الله من المملكة العربية السعودية. تحياتي لك أستاذ وليد، الله يسعدك ونتمنى لك كل خير إن شاء الله. أنت إنسان محترم وفنان ما شاء الله عليك، نتمنى لك دائما التقدم للأمام إن شاء الله. وحبينا منك الفلكلور السوري، أتمنى تتابع على رأس أستاذ وليد. تحياتي لك ولكل متابعينك.